حسن جابك الله صاحبي. لك لا بس شنو كاين؟ اليوم مشينا فيها. علاش؟ اش كاين؟ كحالت علينا. واش صاحبي تسطيتي؟ قول لي شنو كاين؟ علاش ما تسطيت؟ ترى الشاتات الموبيل الله يهديك صاحبي. اش واقع صاحبي؟ قول لي. العائلة جات. شكون هما؟ ملكة وسعيدة ورجاء. حسن عرفتي سعيدة واحد لبسة لابسة ترى قرطاسة صاحبي سطاتني. اش نقول لك؟ ياك ما زربت. رجل معنا صاحبي شي شوية. وشحال دابا في سعيدة؟ قول لي ورجاء. قنبولة. واحد الحطة حطتها هي خطيرة. اش نقول لك؟ ياك ما زربتي انت لا. اسمح لي اش باغي دير؟ الو سي الوعدودي صافا كلشي بخير؟ رجاء ونعمة سيدي راه كاينين هنا. اي راه دخلوا قاعة الاجتماعات. راه هو اللي نخسيت. واخا داكور داكور اجي معايا. كنشكركم على التلبيه ديال الدعوة. والاجتماع ديالنا اليوم هو اجتماع على الملف ديال التعويض ديال حريقة المحمل ديال الملابس ديال شركة عطلان. اسمح لي غادي نقاطعك، كاينين شي مسائل ما مفهومينش. بالنسبة لإسماعيل شنو كيدير هنا؟ ما عندوش أسهم في الشركة. إسماعيل اسماعيل هو المدير ديال مشتريات المعمل. سي الوعدودي ما كتشوفش باللي كاين واحد التناقض كبير كونك انت هو مول المعمل اللي تحرق وفي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة الشركة اللي غتأمن هذا الحريق؟ اش كيقول الشطر القانوني يا سي سعيد؟ القانون واضح في هذه المسألة. المسألة سميتها قانونيا حالة التنافي. اللي خصكم تعرفوا هو أنا في هذا الاجتماع ماشي المسؤول على المعمل. واللي مسؤول على المعمل في هذا الاجتماع هو السي حسن. هذه وثيقة قانونية 100%. و التعويض على الحريق ديال المعمل وصل 500 مليون. ولي فاكتور راهم عندي.